حمزه راه معانا هو هنا والله ما قادر يصور. نجيو من الاخر كاريتا صاحبي الرئيس واش ناعس اليوم جمهور الدراجة خيالي. اهو حمزه على سلامتك اخويا حمود. لا ما عرفتش والله ما عنديش لامه الدراري المدرب ما يباتش في كازا اليوم كلشي كيبان ليك كيتمنيك ما تيكون عندك والو كتجيب والو قول شي حوايج صاحبي انا بيل غادي نولي في مشاكل صاحبي شي صغير على الراجل لا نقول لك شي حوايج صاحبي راه تصطا خليني عليك صاحبي الله يرضي عليك لا ندوف في تخربيقه صاحبي حيت لعابه بحال اللي ما دايرين التقالات تلعب في الراجا صاحبي انا اللي حوايج ومشي بعد من هذا اللي كيبغي هاد الفرقه خصو يكون راجل حطوا سوارتهم ومشوا بحال هادشي بخلاف واد بابا قدامك اخويا شكون اللي جاب لينا هادشي شي لعابه تماك اقسم لك بالرب الاله غادي جاي هذا بحال يدير لي عرض الازياء كنتي الراجل لعاب اخرى يبانوا لك عاديين وزين باور يبغي يجي عاوتاني يخدم مع المكتبه الحل هو واحد ولا الفرقه اخويا ماشي حالات على تيترات ما ديتيهمش مع المغاربه قول باي باي لا ليغ دي شامبيون شنو نعطيهم الرضاعه في الحليب تحمل مسؤوليتك مع الجمهور اللعابه اللي عند السوالم دابا والله ما عندنا حنا راه ماتش خويا نبي الفرقه هادي تخربيق وصافي تخربيق نبي بسقر يا سلام سعيد فتاح يا سلام حمزه بنصوت يا سلام بودكاست 90 مرحبا بكم جيدين وجيدين قناة كرة 90 في الحلقة 114 بودكاست 90 مع سعيد فتاح حمزه بنصوت نبيل مشكرون معكم دابا لا 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 سعيد مسكير الله اخويا الله الله تشمس سعيد مسكير بديتي صحاب لي كون درت شي بيريكو جيت عندك مالك ندير فيها انا مالك ونجيب هي يا وهي مشات عرفت هذيك هي مشات عرفت هذيك هي جات كعاونينا البرزق ديالنا كعاونينا صراحه اخويا نبيل بعدا نهار كبير هذا العشرين تنموتوا عليكم نهار كبير هذا كنشوف كل نهار وكوميم فهمتيني نهار كبير اصلا العشرين باش نقول لكم واحد القضيه حمزه راه معانا هو هنا والله ما قادر يصور ما عندوش المورال ما عنده ما يقول خص عارف حمزه في هذه الوضعيه دابا لا جادر غادي يقول شي حاجه ماشي هذيك لا ما خليه هو حمزه صراحة. جالس هنايا كاعي زعما صراحه راه كاريته اخويا نبيل هو كلشي كاعي كتشوف الراجا ماشي هاد الماتش هاد لابيريود اللي كتدوز من الراجا راه سوشو لعب بلافريك والناس معولين والجمهور معول هاد العام كلشي كاعي خويا نبيل باش نختصر معاك قبل ما نهضر معاك على الماتش ونهضروا على داكشي اللي وقع في الماتش كامل انا تنطلب من دابا هاد المدرب يمشي ويدرج من العام باش ما نجيو من الاخر راه كاريته صاحبي الراجا راه كنا تلعبوا وكنمشي نلعبوا راه ما عمرها خسرت شي لانا حتى راه ماشي الفريق جيش الملكي اللي دار ماتش برافو كبير برافو برافو ماتش مزيان ماتش كبير برافو اما بالنسبه للراجا راه كاريته صاحبي والله حتى بلا ما نكذبوا على راسنا نقولوا حنا في الشامبيون ما مقلعاش هذه ولكن في تشامبيونز ليغ جمهور حنا جايين نهضروا على داك الشيء المهم انا تنتمنى يدير شي جام العام دابا خسر الراجا خساره رئيس في المستوى اللي يجيب لك لعابه ورئيس اللي عنده شخصيه ويجيبوا مدرب مزيان باش ما نكذبوش واش الشخصيه اللي دابا انت لعبتي في الراجا دوزتي رؤساء دوزتي شحال من رئيس في الراجا واش الشخصيه ديال الرئيس كتنعكس على الراجا عليكم نتوما على الرئيس شي الرئيس تيجيب مدرب يدير ثلاثه الماتشات ماشي مزيانين بلا ريزيلطا بلا والله تيمشي بحالو تقدر صبروا عليه هذا ما شفنا اللمسه ديالو ما شفنا ما فهمتش اخويا تنقول لك ما لك انا تنشوفه بحال هكا ما او الجمهور تشوف حاجه اخرى الله اعلم اما انا هذا المدرب راه عقلتي نهار قلتيها لك والله نهار جا الراجا ما عمرو قنعني بدا لي هذا الرئيس واش ناعس ما عرفتش تيشوف هذا الشيء كامل نقول دابا 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 هذا الرئيس وهاد المكتبه سعيد اللي كدوي عليه واللي مثلا غلط في هذا المدرب راه كندوي على هذاك روسمي المدرب الاول وها هو المدرب الثاني هذا الشيء كيعني بان راه ماشي خطا ديال الاختيار لا هذا راه واحد الناس ماشي في البلاصه ديالهم هاد الناس يقدروا يسيروا اي فرقه اخرى كتلعب على الماتشات تلعب دوزيام ديفيزيون ما باش تسير فرقه بحال الراجا وهاد الناس بلا ما بقاو نكذبوا ولا كبيره عليهم الراجا بلا ما بقاو نزيدوا نطبلوا ولا شي راه باين اللي باين راه باين او تحطيتي راجا وتمشي راه ما يفهم هادشي اللي هو والله تكاريته صاحبي راه ماشي تنضر انا تنضر من لو فون ديالي حيد العاطفه ولادي الراجا راه ماشي الراجا اللي تنعرفو من غير لي ماتش ديال الشامبيون وداك الشيء مي دابا اخويا راه انت جيتي حتى لهذا الماتش لا نهضروا على هذا الماتش كنا تنشوفوا واحد التشكيله اللي تتلعب بها 3 ماتش متابعين ولا 4 ماتش متابعين جيتي حتى للشامبيونز ليغ هذوك اللعابه اللي لعبوا ما لاعبينش بعضياتهم
نقدر نقول لك شي لعبوا بعديا شويه في لونطريمون جي شي حطيت شي هنا وما ننساوش ان بروبليم ميطا داروها مزيانه ما نكذبش عليك هذوك لي ميليو بعد احسن من دوك اللي كانوا لاعبين ولكن ما تنشوف الراجا فيزيك مضعف الراجا دابا ديال 45 دقيقه متفوتاش متفوتاش دوزيام ميطا راك شي عباد الله ما قادش تزيد مناش هادشي واحد الوقيته دوزيام ميطا لي فار كتسنى فيك لانك كتسنى في داك الراجل الكبير اللي كتخلع عليه حدا جمهوره غتجي غتبريسيها باش تجيب التعادل وتها اسمعني اسمعني بروميتا شي بروميتا الراجا ما استغلاتش لاول اول واحد اللي غادي اللي غادي ندلي شابو هو البيبليك ديال الراجا اليوم جمهور الراجا خيالي اليوم كان في التيران ما عمري شفت الجمهور الراجا تنعرفو ولكن اليوم مش نهضرش لك على اعلى الماتش ديال الشامبيون وهذا الماتش اليوم كانوا احسن من الشامبيون اليوم راه ما سكتوش وحتى اللعابه سيرتو بروميتا اللي كان فريق الجيش الملكي يدير بلوك با هابط لتحت وكان الجمهور معاونك كان داير ضغط على الجمهور وشحال شحال من الكره ديروا لابريس خداوها اليوم عندهم وما استغلوهاش مي تنقول برافو الجمهور اما اللعابه راه ما كانوش لعابه ما كانوش اهو حمزه حمزه على سلامتك اخويا حموز وحنا يلا قلنا للناس راه حبزه كاعي وبصح ما كانش والله ما كان غادي يصور والله هو دا وحداكم ما باش عارف وين راه قلنا لكم راه هو كاين هنا ترسوا مرحبا اخويا حمزه مبروك لي فار وي تحيه للعساكر فوز مستحق بلاتي اخويا حمزه دور الميكرو اوكي حنا اخر حاجه قال لنا الى جيت جلست في ذاك الكرسي هو ماشي ما غايجي يصور لانه ولا الراجا خسرت ما يجي يصور لا حيت حمزه تبارك الله زعما شي ماشي نقول لامباكت ديال حمزه والعلاقه ديالو مع الجمهور وبالمحيط لونتوراج ديال الراجا كامل يعني قوي وي يعني الكلمه ديال حمزه مؤثره زعما بغي سواء الناس اللي كيبغيو سواء الناس اللي ما عندهمش معاه هذا واحد المبدا ما ممكنش نبدلوه ثاني فحمزه اخر حاجه قال لنا ما نجي نقول شي حاجه زعما اللي صعيبه فهمتي دونك خويا بورزوق ماشي ما كنطرش مشكل ديال الماتش سمعتكم شنو كنتو كتقولوا انا متفق معكم 200% في كاع في هذاك الشيء اللي قلتوا سورتو في البدايات ما عرفتش شنو واقع اخويا نبي ما عرفتش شنو واقع اللي واقع اخويا حمزه وخاصو الدرجه من العام اخويا حمزه وي اخويا سعيد ويجيبوا لنا مدرب مزيان وي هادشي اللي تنشوف الراجل اللي خاصه دابا في هذه الوقيته هذه هادشي راه قلتو في الاول حمزه وعاود دابا راه تكتي سمعتينا هادشي راه باين اخويا هادشي اللي واصلين ليه دابا هو اخطاء تسييريه قبل ما نشوفو هادشي اللي اخطاء تسييريه محضه لانك غلطتي كيف ما قلتي في المدرب الاول في المدرب الثاني ماشي خطا ديال الخيار ديال اللعابه ما قدرتيش تحافظ على الركائز جبتي 12 الانتداب اللي بالنسبه ليا فيهم واحد ولا جوج القول الحرار والنجاري ما عرفتش لا ما عرفتش والله ما عنديش لي مو الدراري والله ما عندي والله انا اللي بغيت ندوي عليه لان برافو لو بوين اللي لونغل اللي خصنا نهضروا منه لونغل هو خص المدرب ما يباتش في كازا اليوم معاك واش المشكل في مدرب اول حاجه هادي لما قدرتيش تصيفطو سير نتايا ونجيبو رئيس اخر يصيفطو ولا مكتب اخر يصيفطو ويصيفط هادو 12 الانتداب هادي ولا اللعابات اللي شفتو شنو هو تعاود تخلصهم اخويا حمزه وما كاين لا فلوس لا والو ما كاين اه اخويا ما تعجبك عجباتك هاد الحاله لا ما عجبانيش كمل بهم بحال هكا حمزه راه قلت لك قبل ما نضوا لهادشي قلت لك راه هاد الفرقه هادي اخويا حمزه راه ماشي تشامبيونز ليغ شنو هو الحل شنو هو الحل انت ما عاجبكش شنو هو الحل بحال شي يجيب مدرب اخر مدرب اخر عنده راه هو قال لي ميم شوا وي ولي شوا ديالك ضعاف وضعاف وضعاف برو ماكس فيزيكمون ضعيف كما قلتي دوزيام ميطون وقفتي كلا وكلا فاس فيزيكمون مع هذا لو واحد الفترات اللي دخل فيهم النجاري وبدا كيعطيك شويه ديال العمق من غير هذيك الكره ديال البارا وجاك بيناتي باش ترجع في الماتش جاب لك بيناتي باش ترجع في الماتش وما رجعتيش وسمح لي اخويا بوغرين ماشي طريقه ديال باش تنفذ بيناتي واش هذوك هذاك خذ لي لون ديالك اخويا واش ضرب بيناتي مزيان وضرب بلاصه حتى ضعتي والله من نحاسبك واش هذاك ضرب الجول في واش هذاك لون ديال واحد باغي يضرب بيناتي ماركي يعاد الفرقه ها وردك في الماتش انا نقدر نتحمل المسؤوليه ديالها زعما الا مشينا فهاد الكوطي ديال اللعابه انا نقول لك
هي حيد زنيتي لانه ما عندوش امباكت بشي وخك على الفريق واش لاحبه مثلاجه ديال اللعابه اللي كيبانوا لي رجال من هاد الكسوت عندك بولكسوت بالعمر وزيد كرو ماتش ابارص انا معمر انا باقي لحد الان كلشي كيبان لي كيتمليك تيبان لك دري بوحدو مسكين طال هابط ما بقاش معاه داك البوا اللي هز اللي هز بوكري كيبان لك من البعيد هز البوا فين هو داكشي ديال زريده راه كيتقاتل كيتقاتل زريده ولكن راه وستيران راه دايخ كورتو مثلفها حتى هي راه بولكسوت كيتقاتل وكورتو مزيانه باقي نيفو ديال داك العام بولكسوت بالعمري نيفو ديال وبالعمري بان نص فرقه دابا بالعمري خبارك بوحدو كان نص فرقه على بالعمري هو بولكسوت مو بولكسوت في الاول ديال العمر هو اللي كيجيب لك البيوت عقلتي شويه وي ملي جلس توعت راه تورقات الفرق كنت كتربح بواحد كيجيبوا لك بالعمري ديما داخل وانت مدرب اخويا نبيل واش مدرب انت خاسر انت مخرج اريال قوش ومدخل اريال قوش شنو ربحتي منه خرج شي واخويا حتى واحد لاعبين بعدي تمايا واحد لاعب كوب دافريكات لاعب كوب دافريكات وبقى هذيك الخبره ودير لي فالطا بحال هكاك وانا شاد الماتش وتخليني عاوتاني تنقلب الراجل نحلو اسمح لي برقته الفرقه حتى هو بعدي رجعوا 20 انتدابات حتى هو رقت الفرقه اي انتدابات رجعوا انتدابات اي واحد السؤال ملي ما تكون عندك والو بركان عقلتي باش قلت لك ما تكون عندك والو راه ما كتجيب والو لا في لو بوين ديال بعدي بركان بتجهد تبارك الله اللي عند بركان راه فاش كان عندك وكان بعدي راه بودريق راه بودريق قبل ما يطرى ليه المشكل راه كان عرفتي مع من كان ساني برا كونترا مع كين زومبي اللي الله ماركا الافريقي واللي موراه بدوك يخرجوا وكان كارا في مشكل وكان مع النجاري اللي مشى ليهم وعاود رجع وفردوسي والحرار هادو هما في ليبوك ديال بودريق الاخر هادو ما سميت اللي كانوا بري كونترا وملي ترى المشكل تكالبوا على الفرقه والنجاري والله ما كنتيش غتجيبو لدرجه ان صاحبي كاينين وانا نقول شي حوايج صاحبي انا نبيل غادي نولي في مشاكل صاحبي نولي في مشاكل صاحبي مشكل ماشي حتى ديال المكتب مشكل ديال راجا كلها راجا كلها كندوي على الناس اللي داخل ديال الراجا كيشوفوا الجمهور باش يكونوا واقعيين كاين ناس داخل الراجا ماشي هما رئيس ماشي ولكن عندهم امباكت ولا همنا هو نهزوا المنع صافي هذا هو الهم ديالنا في الاول هو نهزوا المنع وكتعدنا فرقه باش نحافظوا عليهم بقوه بهذيك الفرقه ديالنا كامله وما نفرطوا في حتى واحد ونخلصوا الركائز ونخلصوا الركائز ديالنا جيبها جوج مزيانين بعد النجاري وهذاك كين زومبي وهذاك وهذاك كين زومبي تقاتل عليه ونجيبوه هو ونجاري بارا مال مالونغو فاش جبناه ما قالوش لنا راه كان عنده المشاكل وجابوه وخلصنا عليه خلصوا واحد 300 مليون واستفدنا منه رياضيا وماليا وبعتيه بثلاثة ولا أربعة المليار بروبليم الله إلا كارثة بالله اسمح لي هادشي اللي هادشي صغير على الراجا هادي ماشي هي الرجاء خويا انا الرجاء خويا حمزه والله والله تسخير انا ديال ماشي هادي ماشي هي الرجاء ديال ماشي هذا الرجاء ديال داك العام هادي كلها ما يمكنش ديال التعام هذا الرجاء ديال التعام ما ديال التعام والله الا ديال برافو عليك بقى لي كومبوزون ديالو انا قبيله قلت لسعيد زعما نتوما لعبتو في الرجاء دزتو من فترات خايبه زعما انا عاقل الرجاء دزتو من فترات كنا هكا راه قلت لك علاش قلت لك باش خسر في لافريك جوج زيرو وحده جمهورك بديك الطريقه ها هما دخلوا للتاريخ دابا تا هما اللي مفهومش في الرجاء هو مشى بودريقه جاء عادي الهالة وكنظن بان الناس اللي داخل الرجاء مو الخريطه ولا يكونوا اللي بغاو يكونوا عارفين احسن منا البروفيل ديال عادي الهالة عارفينه بانه ماشي بروفيل اللي واصل ديك الدرجه اللي يقدر يمشي يحكم فيها الرجاء باش تكون رئيس خصك تكون حاكم الفرقه باش حاكم فرقه بجيبك بشخصيتك بعلاقاتك بقلبك علاقاتك حتى هي زوينه هذه لانه اللي كان مع بودريقه كان مع سفيان السعيدي سفيان السعيدي كان مع بلغيتي كانوا ناس هادو مشاو هادو راه كلهم مرتبطين علاش مشاو ملي مشى بودريقه نسحبوا انا عارفو ما كاينش رأي ما كاينش واحد هادو كانوا كيجبدوا الفلوس هادو راه جاويين ما كيتحاسبوش مع فرقه هما باغيين والو من الفرقه علاش صادقتو هذاك اللي رجع هذاك اللي رجع دابا راه كان مع بودريقه كاع ما كان كاين راه تاه ها
علاش رجع جاب لك 12 لعاب؟ علاش صادقتو؟ جاوبني على السؤال، علاش صادقتو؟ ماناجير ماناجير مسلفو من الفلوس. خلينا سعيد صاحبي نبدا نقول لك شي حويجه صاحبي راه تستا اخويا ماناجير شناش فيها بحال هكا ماناجير مسلفهم الفلوس باش يدخلوا ليه اللعابه ديالو صاحبي وباش يهزوا المنع ويبانوا داروا شي حاجه واعره مع الجمهور صاحبي. خليني عليك صاحبي الله يرضي عليك صاحبي. حتى المهم بدا ندوا في الكره بدا ندوا في التخربيق صاحبي. التخربيق هو السبب واه التخربيق شوف فين وصلنا في التخربيق صاحبي. راه شنو دابا شنقولوا العام سالا سعيد يلا دابا من الصباح حنا تنقولوا الرابعه وتايقين في هذا الجروب هذا وتقمال شنو هو هذا الشيء صاحبي؟ واش هذه هي الفرقه؟ هذه هي الفرقه اللي كانت كتلعب؟ هذا هو الفيزيك اللي كانت كتلعب به الفرقه؟ الفيزيك هذه هي الفورمه اللي كانوا كيلعبوا بها الدراري هذ ما دوي عندو زي ميطا راه لي فرقه كيتسنوك شي تبريس وشنو انت غتلعب معايا ميطا وتا لي فرقه نقولوا كاع كنتي رابح بواحد بريمير ميطا راه بهذيك الدوزيام ميطون اللي درتي راه تدخل لي فار تزيد تضرب عليك تعادل وتضربك في الثاني. ولكن اخويا حمزه راه معاك ولكن صراحة ولكن نبيل حتى تشوف لي فار حتى تشوف لي شوالي عند لي فار لي فار راه احترماتك في الاولى ودخلات متحفظه شويه احترماتك لانك شو جمهور كيدير لانك انت راجع راجع ولي الله تغلطي عليها ولعبتي احسن منهم في ماتش ديال الشامبيون حتى هو اللي كنتي غتربح فيه. شنو هو الشيء اللي كندوزو منه حنايا؟ الحاجه الوحيده اللي باقا داير لك الهيبه شنو المدرب والمدرب ملقاش اكسبليكاسيون نقول لك هو حنا هذا اللي قريب للمجموعه وقريب هو اللي كيسيرها وقال لك ما لقيتش اكسبليكاسيون. هذه هي اخر جمله ختم بها في الندوه الصحفيه وما نستاهلوش وما نستاهلوش. اشنو كنتي تستاهل؟ لا بروميتا كانوا مزيانين كومي بروميتا كانوا حسن تلحوم الهجومية ديالك ضعافة سعيد من المقارنة العام اللي فات اخويا. ما تقولش لي هذيك هي الرجاء صاحبي. لا ماشي ولا قلت لك انا شحال هذه راه قلت لك اخويا حمزة عجبك كثير ولا جوج اخويا سعيد واحد ديال ادم وشوية ديال لا مازال بروميتا اخويا حمزة علاش هضرت لك انا الرجاء راه كنقول لك شحال هذه الرجاء عجبك ميليو تيران في بيكورو وفي فردوسي وفي شوف ديك بروميتا اللي كدوي عليها سعيد. اسمع راه قلت في الاول اسمع لي اخويا نبيل قلت في الاول قلت لنبيل قلت لي انا تنشوف ربعات لي ماتش لعبتي بتشكيل جيتي حتى لماتش الشامبيونز ليغ لي مهم وبدلتي الميليو كامل وشحال هادوك تنقدر نقول لك كانوا شي لعبوا بعضياتهم في لونطريمون ما عمرناهم شتو لعبوا بهذاك تريونغل في لي ماتش دخلتي بهم شفنا شويه الكره كيفاش خرجات ما ضاعتش بالمعاونه ديال البيبليك اللي كان معاك مزيان نكذبوا راه الجمهور اما دوزيام ميطا اخويا راه مابقاتيش قاد تزيد اللعابه بحالي ماهم واش دايرين تقالات ولا ما باش ما نكذبش عليك هذه تشوف عينيه وتفرجنا كاملين اخويا حمزه بنادم ما قادش يتزيد ولات لي فار باش قتلوك لي فار بلي شوجمو اللي دار المدرب خرج لك لنفسك خرج لك حيمو هذاك حمودان اللي كان تشد كره اللي سريع نفسك ودخل لك ميليو تيرا خاص عارفك ما تقدرش ما عندك كيفاش خر عمر لك دخل لك ايت اورخان هو باش يربح الميليو باش يربح وماركه لك هو يعني ما طمعش فيك هو ما طمعش انه يزيدك الثاني لا هو بغى يسيرك باش مارك عليك منك هو خايف عليك فاش بغى يسد باش مارك عليك بيت الاول باش يسد الركبه كونطراطات باش مارك عليك باش يسد راه دخل واحد الظاهر بخصائص دفاعيه اللي هو النقاش وخرج كارنيرو خرج كارنيرو برافو اللي كيدخل لاكس لانك حتى وليتي كتلعب واحد الجو ديريكت اللي غريب علينا ما عمرناش شناه وما عندناش اللعابه ديالو صاحبي ما عمرنا جا كان عندها اللعابه ديالو يعني شي حوايج جداد شي حوايج غراب شي حوايج ما عندكش اللعبه ديالو ولا كي راه لاحظتي واحد الحاجه راه هو باش وصلتي واحد الوقيته راه هو باش ما بقيتش لاقي اخويا نبيل تدور راسك في البونتوش راك شي لي فار دور راسك في البونتوش واحد اللقطه قبيله لقات واحد اللقطه قبيله راه دار فيها حمزه ها مع الدقه واش الدقه 90 كيبان لك لي فار مدخله طوميسونغ وداك الحوبي واش نقول لك انايا دابا والراجل ديك الساعه داخل السوسي واش نقول لك انايا كيبان لك شو هذا من الصعب ويبدل وباقي عنده طومي سونك وباقي حدراف باقي ما دخلش حدراف شكون اللي مارك البيت الثاني؟ اي توخان شكون اللي عطاها ليه؟ طومي سونك شكون اللي عطاها لطومي سونك؟ اي توخان وطومي سونك لمن عطاها؟ عطا الزحزوح لا الاجو غلال الاجو غلال الاجو غلال هو عطا الاجو رخام البونتوش داروا لك الفرق برافو عليك ولكن علاش عاوتاني ما تنساش اخويا لافريشور ولكن شوف ما كانش لافريشور ما وصلوش تما ولكن ما تنساش او سي بوزوق
غادي مونتيسيبي تمايا باش يبقى تهضر عليه هذاك هذاك ولا ما بقاش تهضر عليه. انت مع الدخله داخل الفري جاتك فوت كاري دي زويت تزال الدراري سونطراج اسمح لي رجع تلعب في الراجا صاحبي يمشي يزحويجو يمشي بعد منا هذاك اسمح لي هذاك يمشي بعد منا يمشي يزحويجو يمشي بعد منا هذاك راه بدنا نجيبو نايتريني نهار الحد بالصباح وبالعشيه ولا ما جاش دير لي امون نيفولي عنده تريني بينا مع الفجر والله العظيم اسمح لي يا اخو انت ميت هذا العام والو ونهار تجيو المشاكل هو الاول تيبغي ياخذ الحاجه ديالو فلوس كتاخذ كل عام كتمشي تحط دوسي كل عام في شنو دار شي والله الا تيقلق هذا الشيء اقسم والله العظيم بنادم والله. بنادم خصو اللي كيبغي هذه الفرقه خصو يكون راجل والله العظيم حيت اللي كان باغي ولا كان كيبغي الراجع على قبل الفلوس ها ولا على قبل بطريقه تجيبو عمار بطريقه راه الله يفك صراحه ولا الله حتى والله كان بطريقه قبيله غير الراجع الراجع راه باقا والله ما يلعبو بهذا اللعب كان بطريقه تنعرفو حنايا اللي كيبغي الراجع راه باقا خايب ولا زوين والله ما يلعبو والله ما تلعب ليك بحال اللي كنسميه كيبغي الفرقه بالصح سير تلعب وخشي راسك في الطراب وتقاتل على ديك الفرقه ما تخليهاش تشود بحال هكا وخرج دوي على حقك الا ما كنتيش مخلص خرج دوي على حقك صلاح كيطير مع ليفربول عرفتي صلاح شنو داير عرفتي صلاح شنو داير محمد صلاح شنو بعد ليفربول مفرقع خرج صلاح قال لهم انا راه ما عجبنيش الحال راه دايرين ليا وما ما عطاوني حتى شي خرج فيهم طلعوا عرض مي فاصل ما بين الكوطي ديال الكره ومن الكوطي ديال الاداره نفزك داك التوني حيت الجمهور اللي داير فيه الثقه كاين واحد الكونطرا ما بيني وبين الجمهور عاد كونطرا اخر ما بيني وبين الاداره ونخرج ندوي على حقي شنو الجمهور الى بنتي ليه الجمهور انت كتقاتل وكتفزك التوني وكتخرج دوي على فلوسك ولا على الوضعيه اللي عاجبك غيكون في جنبك غيقول لك لا انت ماشي راجل جنبك والله يجي يكون حداك بالله ولكن راه الجمهور صورت يشوف اخويا نبيل شوف راه شوف الراجا شي حاجه واقعه شي حاجه تنقول لك راه ما يمكنش راه الواقع ما عارفينش ليها ما عارفينش ليها ناس ماشي ما عارفينش ليها حطوا صورتهم ومشوا بحال هادشي ناس ماشي في بلاصتهم صافي ما قادينش عليها كاينين الناس اللي قدوا عليها صافي كاينين الناس اللي تيموتوا على الفرقه وتيبغيو يشوفوا او ما بحال الدراري ناس ماشي في بلاصتهم اسمح لي راه شي الجروب دابا اللي ولا عند راجا ولا صعيب ها الفرق اللي لعب معاه دابا في الماتش الثاني راه تعادلات في ماميلودي تعادلات ولكن حنا نقولوا الماتش الاول لعبتي مع لي فرق قريبه لك في النيفو ديالها وهادي وانت لعبت مع شي فرقي ما عارفهمش كي دايرين غتمشي تلعب معاهم بهذا الريتم هذا بهذا النيفو خاصك اسمح لي اسمح لي شفتي رانك طيعتي شي بالك دابا الضبابه قدامك اخو حسين شي بالك لا لا مامي رودي ماشي بالك ولا تيبان لك الضباب قدامك دابا كيبان لك الضباب اساي بهاد لي شو هادو بهاد الاداء هذا بهاد الفيزيك هذا بهاد الكره تعذب والله تتعذب اخويا حمزه بهاد الكاليتي جوار هادي اخويا ساي حرام والله تا حرام بالله ما نرجعو نتريني اخويا ساي واحد واحد والكسوت تبارك الله ولي بان لي طالع عابط مسكين مابقاش معاه من ما عرفتش ما عرفتش ولا واقع في كازا جاك تي خاسر جاك بينالتي تقدر تعاود ترجع فيه في الماتش ضيعتي شكون اللي جاب لينا هذا الشيء شكون اللي جاب لينا هاد اللعابه وفينا هما اللعابه ديالنا راه دوز هذا شكون اللي جاب هذا الشيء فين المدرسه فين شكون اللي خلاكم تجيبوا هاد النوعيه ديال اللاعبين يا صاحبي شكون اللي خلاكم تجيبوا لنا دوك المدربين شكون اللي خلاكم ما تحتفظوش بالمدرب شكون خلاكم تفرطوا في مقدام وتبيعوا ومشيو جيبوا دابا حمزه وما تشدوش في بلاتي اخو نبي مشيو جيبوا دابا نعرفوا مواهرينا هو زيمباور ونخرجوا بالصوت ديالنا راه زيمباور ما عندوش تفرقه راه السيمانه الجايه ولا جوج سيمانه تلقاه مزيانين في شي فرقه راه قلتي قبيله انت زيمباور غيجي يدير لك شي حاجه بهذا الشيء كوميم عنده فرقه ميته فيزيكمون ما عندكش لا شوا ما عنده عنده لعابه داو مع الشامبيونه ولا كوب كاينين كاين اكثريه ولكن الحاله تبدلات ليطار مبدله غيجي غيلقى فرقه فاشله فيزيكمون فرقه ما فيهاش لا شوا فرقه بونتوش خاوي شنو يدير لك عنده صحه سحريه
جلو موتا اخويا امتى تشوف اللمسه ديالو اخويا نبيل باش ما نكذبوش على راسنا زين باور فيه كان فراجه تشوف اللمسه ديالو اكيني نشي لعابه تماك واقسم لك بالرب الاله والله يمي فوت جوج دقائق يخرجوا ما يترينيوش معاه والله شي يدخل جوج دقائق يخرجوا والله ما يترينيو معاه حنا عاد نعرفو زين باور شفناه كي كان هذاك العام راه في ديربي دخل واحد وخرجوا جوج دقائق تقول هذا راه احمق وتيعطي المفعول ديالو هذاك اللي دخل يفهم في كره عارف هو تجيب لي هذا غادي جاي هذا فواحد يدير لي عرض الازياء ما كتبوش على راسنا اخنا غير اللي بين بينا انا ماشي تنقول هذه ماشي باش ما نخلوش من لي فار لي فار فرقه مزيانه تبارك الله كانوا مزيانين يستاهلوا يديو 3 بوين ديالو باش ما نقولوا زعما خسر الراجه ما نطوش على لي فار واللي زوين في لي فار على انه داكشي اللي كنا كنتمنى في الراجه فرقه بالت مبدله على بطوله لان البطوله ماشي مزيانه تشامبيونز ليغ كتبان لك بانها عينيها في انها تشامبيونز ليغ في الجروب ماتش جد 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 وهي دابا عندها 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 ماتش جاي عندها ماتش جاي واقعي عندها ماتش جاي في تيرانا احترموا الراجه احترموا البلون جو ديالهم اخويا احترموا البلون جو ديالهم نبيل ما زادوا ما نقصوا عرفوا كيفاش يمتصوا الحماس ديالك عرفوا بلي ان عندك مشاكل فيزيك وعلى ان ليطا فيزيك ديالك غادي يهبط في لا دوزيام ميتون ومن تما غادي بروميير ميتون في الاخر جاهم هذاك الكادو من الجنة والناس خرجوا به رابحين لا دوزيام ميتون عرفوا راسهم على انه غادي يدوزوا واحد لي طون فابل اللي يعرفوا يجيريهم ومن بعد غادي يعاودوا يلقاو هذوك لي سباس اللي بغاو ولاك شي اللي قال شي اللي طرا شوف في الاخر دخل زاد لك طوميسونك خاص كيما قال حمزه بان هاد البونتوج ديالهم اشغلال هاد البونتوج ديالهم صحيح لا ديفونس ديالهم صحيحه كتقدر تقدر تونكيسي داك الضغط لا في السماء لا في الارض عاد باش الميليو تاعهم ديالهم صحيح من ديما عامين ولا 3 سنين هذا كاع لي شوا اللي كيلعبوا فيه لي زيكسونتري ديالهم داروا خدمه كبيره على المستوى الدفاعي لا الفحلي لا حمودان في الاول رجعوا في الاول دفاعيا دفاعيا تيبان الجروب تيبان الجروب من بعد كلشي متازم كلشي اونغلي اللي متقاربه اللي متقاربه بزاف قال لك حافظ على البلان جو ديالو دار لي شونجمون ديالو حتى هما كانوا بوست بور بوست واللي دخلوا رقداو ليه الغارات تحكموا ليه في الميليو تاعنا وخلقوا ليه المساحات اللي بغاو ومشاو في لي كونتر وكانوا فعالين تري جوست ماتش تري جوست واستغلوا النقص العددي نتا 10 هما 11 راه ماركاو عليك اه حمزه اخويا واقعيه كبيره حمزه اخويا بلا نقص العدد يا كنت انت الراجل لعاب اخرى يبانوا لك عاديين اخويا تلعبوا بشب 12 ما وي اسمح لي الراجل كتلعب تلعب معك بسبعه تقدر تفاجئك ولا بتسعود برافو لي فار نقولوا برافو لي فار من الراجل هذه تدوي عليها وحنا تنقولوا الراجل تلعب معك بجوج ناقصين تقدر تشوف معاه شي حاجه ما كايناش ماشي نخلو نقولوا زريده النقص العدد لي فار دوزيام ميطا جيرا هو ديك 10 دقائق الاولى داك العام الفرقه كانت كتربح ب 10 واش نقول لك انا لي فار هذاك العام مع زين باور والله حتى كان كيربح ب 10 علاش قلت لك كونتر الماصر ربح ب 10 لقيتو عاقل وي انا لي فار باش عجبوني هما دوك 10 دقائق الاولى عرفوا كيفاش يجيريو راسهم مع راه خسر راسها دخلت باش تضغط حبسوا مورا 10 دقائق ولا 15 دقيقه الراجه صافي رجليهم ماتوا وزين باور يبغي يجي عاوتاني يخدم مع هاد المكتب اوف بزاف ديال لي كونترينت زعما الصراحه كاع لا كنقولوا لا بغيتي تقع تردو نتايا وكيبان لي بالله وراه عارف كاين لافونتاج واحد اخويا حمزه هو تنقول انا زين باور الى رجع بحال ما رجع عنده واحد 10 اللعابه ديالو 12 لعاب باقيين ديالو عارفهم يقدر يتبدل الفكره الطريقه ولكن ما عندكش عندك الحل ما عندكش زين باور دابا داكش ما عندك اللي كيطلب صعيب اللي كيطلب زين باور كيطلب المستحيل وكيطلب شي حاجه اللي ما عندهاش ضمانات فهمتيني وغادي تزيد تدخلك في شي حوايج فواحد السيركل اخويا سعيد والله لا خرجتي منه الحل هو واحد هو الفرقه اخويا صافي الوضعيه الحاليه ما بقى فيها لا سميه لا قاوري لا كاريه لا حتى شي حاجه من عينين زرقين لا والو هو الفرقه انا معاك حل هو الفرقه حيت ما وضعيه ما والو ماشي ديال قاوري ما ندخلوش في الاسماء عطاهم الله عندك بزاف ديال لي بروفيل عطاهم الله رجع جيلاني جيب ابو شروين بجوج عندك الحاج جريندو كاينين كاين الحي بركين اللي بغيتي كاع الله راه بقى جيب محمد نتايا كاع ردو تما حطو وشوف
وي انا جو بون دابا هذه القيصه ديال محمد هذه انا اتفق بش بشد على ان هاد القيصه يا محمد وجريندو ما ديال التكاوري يا التكاوري لازم باور شي حاجه انا معاه محمد وجريندو وضعيه مزفته خصوت الفرقه ها ديال المورال وديال السبان وديال صافي هادشي اللي كاين شي واحد يدخل لهم الفيسير يبقى يسب فيهم ويقول لهم هادير الراجا وجبد لهم الودني صافي هادشي اللي محمد وجريندو غادي نقيو هذاك الشيء كامل اللي كاين تما خويا سعيد كون متاكد انت راك عارف جوج اسماء اللي عطيتك وي الدراري الاخرين راه كلهم خدامين تبارك الله لا زكريا لا الحيمر راه السميات كلهم راه طلال بور لانستون عندك محمد وعندك جريندو هادو شي واحد قبيح زعما هادو هما الحل هادو هما الحل غادي يزيروا داك التيران غادي يزيروا ديك الاكاديمي غادي يزيروا دوك اللعابه ولكن شي الاخرين اللي الفوق خاصو يكونوا معاهم غادي يزيروا حتى هادوك اللي الفوق حتى اللي الفوق خاصهم يكونوا معاهم صافي الا ما كانش الكلمه قويه الفوق تكون في التيران شي مدرب تيراني اخويا اموي شي واحد يقاد لك التيران يقاد لك الفيستير خسر كارثه والله الوضعيه عاجله كان بشكل مستعجل كنظن بان هذا الشيء خصو يدار صافي حنا ما بقيناش داك الشيء ديال حكا ونشوفوا المكتب لا لا هادشي اللي خصو يدار المدرب او بلو طار غدا اجتماع يمشي بحال هذا اخويا نبي بلا بعد بالخسارات اللي غادي يتقاموا على الفرقه بغيتي تسمعني هذيك النهار قلتي لي باش نصبروا عليه والله ما كاينه اللمسه ديال النهار الشومه اخويا سعيد اصاحبي جات ما عندهاش منطق اخويا سعيد صفت المدرب من بعد جوج ثلاثه الماتشات اصاحبي واش بالك اخويا حمزه بهذيك التروا ماتش ولا كاتر ما باين لك ما والو ما عندوش اصاحبي ما طريقه باش يلعب ما كاينه الكره تضرب في الباره ما بغاش قاعينا ما نقلبوا ليه على دي زيكسكوز اخويا سعيد حنا هنا هنا كتخرج تضرب في الباره ما بغاش تماركا درنا في الرحيمي درنا ما عقلتيش صافي واقعيين بما ان هذا المكتب باقي كاين هاد المكتب ما عندوش امكانيه يكون واقعي هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال هادشي كامل اللي تيطرا دابا انت مشي تمشي روسمير لان ما عندكش فلوس وملي مشى روسمير تمشي هذا حيت ما عندكش فلوس تجيب مدربين رخاص تنقول لك ما فيها باس فين ما عندكش فلوس ما فيها باس تخليش ولد الفرقه ما فيها باس تنقول لك ما فيها باس كلشي تيخطا كلشي تيخطا غير هو ما تماداش في هاد الاخطاء اخويا دابا ديرجونس ما عندكش الامكانيات هبط الارض ولد الفرقه جريندو اجي محمد تبارك الله راه الراجا بالرجالات ديالها ها الراجا اللي كيقول هذاك المصطلح اللي كتقول لك الراجا فاش كترجع راه كتلقى ولادك راه ديال القيش اش بغيتي ياك ما عندك لا فلوس لا والو واش جاب ولد الفرقه راه ما تبارك الله راه السميه زعما راه اكزومبل اكزومبل ديال الجيني راه جا 3 ماتش ما خسرش معاه مشيتي حيدتيه ما ولد الفرقه ما تعطيهم حتى 10% ديك من داك الصالير البيع اللي كتعطي لواحد العقده ديال الاجنبي اخويا نبي العقده ديال الاجنبي حنا ديما هو اللي غيعرف لينا حنا مع اجنبي مزيان راه زيمباور العام اللي فات واجنبي اللي عاطي حقه اللي غيجي لك بصالير مزيان عندك الامكانيات ديالو غتوفر ليه ما عندكش تدخل سوق راسك على التيترات ما ديتيهمش مع المغاربه لي كوب دافريك ما ديتيهمش مع المغاربه لا تشامبيونز ليغ الوداد راه داو مع المغاربه على عبد القادر يومير والطاوسي وفاخير والركراكي وعموته على هادو ما عندهمش ديك كوب دافريك سلامي طاوسي سلامي هادو كاملين هادو كامل دي شامبيون دافريك هادو كدوي عليهم من الثمانينات وانت جاي ولا من التسعينات وانت جاي وعلاش هاد الجيل هذا اللي جاي تا هو جديد ماشي من حقه تا هو يحلم تا هو يكون مدرب مدربين كبار في افريك ويديروا تا هما سميات ويمشوا يلعبوا كوب افريكا حتى كاينين بالله على جريندو ما عندوش الحق تا هو يحلم بحال الحيمر وزكريا وندوي على المدربين ديال المغرب كامل الشباب كلهم لا بن هاشم لا اي كومباني كاملين تا هما بغين يديروا كارير كبيره تا هما بغي يوليو شامبيون دافريك تا هما بغيو شامبيون ديال المغرب على هادو اللي كدوي عليهم الشعباني احسن منهم على الشعباني معين الشعباني على الشعباني كيفاش تعطاو الترجي كان مع البنزرتي الله يرضي عليك جبت انا جريندو مع فاخير وخليه وجد لا روليف ويطلع اش ما عندناش هادشي على ما الركراكي كيفاش طلع الركراكي عطيتو فرصه راه كان مع الطاوسي الركراكي والناس ما يغفلوش مالو ما تعلمش مع الطاوسي
بيان سور تعلم بيان سور طاوسي راجل كبير ومن بعد تاخذ فيه الفتح اه تاقوا فيه الفتح لانه تاقوا في واحد تاقوا في مشروع مدرب جان امبيسيو شاب مزيان وشافوا خدمته كيديرها توجوا معاه بالالقاب وكانوا مشاو معاه مشاو مزيان في لاكوب دافريك ولا في ساعه ديال الزمالك كارت فينال يمكن وين عاود من بعد مشى دار كارير في قطر دا شامبيونات شامبيون مع الوداد صنع التاريخ وموراها راه الحمد لله شوف فين وصلنا مع ليكيب ناسيونال برافو وي هادشي كامل بالثقه باش بالثقه كنثق فيك عموته باش بدا عموته راه كنلعبوا كنلعبوا مع الخميسات مع الخميسات كيدخل راسو في دوزيام ميطا كيدير شونجمون ومن بعد ومن بعد صنع واحد الجيل اقوى جيل في الخميسات اللي كان قريب باش يتوج باللقب ديال البطوله الشحالي وفهيم وبالعمري وهي كومباني وبالجراوي وبالكراوي والمرابط بلا اليمين وهدي والتغادي في السنيات هادو كاملين علاش تنفورميو حنا هاد المدربين هادو باش يبقاو باركين ويستاهلوا اخويا حمزه اشوش بارك الله زكريا انا مع انت كتفشل كتفشل مع السوالم راه غادي انت كتفشل كتفشل وكيتصنع المدرب حتى هو راه كيتصنع كيتفورما على فاخر اللي كيشد الراجل في التسعينات وكيمشي وكيجي على هو فاخر اللي مشى دا البطوله بالحسنيه ورجع ليفار دابا بطوله ورجع الراجل دار معاه داك التاريخ كامل بدات تعطاتو فرصه واستغلها وتفورما وفاخر ستات رد مزيانه ستات رد مزيانه فاخر داكشي تيجيب الخدمة اخويا حمزة والفرصة والثقة واحد كومبيتون عطاني ثق فيه مغربي ثق فيه واحد شخصية على العامري ما لعبش على العامري ما لعبش احسن كورة في المغرب ما لعبوهاش الكور ما كان بحالو بالرب ما لعبوهاش النصارى والله ما لعبوها بالرب مع تيطوان ما شفناهاش انا من اللي حنا ورجع دابا لتيطوان وهو غادي يبان مزيان هو رجع وغادي يبان مزيان البلوك ديفونسيف ديال عموته كيتقرى لا في افريقيا لا في اسيا المصريين نهار تيحلوا في الفينال ديال الروتور ديال لالي ديال الوداد ليه تمايا تيقول لك اش هاد المدرب هذا لاعبين معاه والاهلي مزيانه وقال لك نبقاو لاعبين معاه 3 ايام الماركيوش علاش هاد الاطار الوطني غنبقاو حاضرين وحنا واد المدربين المغاربه بقاو ديما بحال هكا حاضرينهم ما ياخذوش الفرصه ديالهم والناس باغا تخدم اصاحبي الله يدير لي فيها الخير برافو لي فار برافو برافو اللي طوى بوان مهم يا خوتي العساكر اسمحوا لي وصافي انا ما قلق انايا ولاني راه كاع الميريت ديالهم فهمتيني يستاهلوا داروا ماتش كبير لعبوا بذكاء كبير لعبوا بلي مويان ديالهم عرفوا كيفاش يربحوا عرفوا كيفاش يربحوا اخويا امتصوا الضغط ديال اللي تمارس عليهم في لا بريمير ميتون ومن بعد داروا ما بغاو في الماتش صراحه وكنتمنوا غير هاد لا مونطاليتي باش دخلوا الطريقه والواقعيه باش لعبوا كنتمنوا يكملوا بها لان يقدروا ان شاء الله شي كنتمنوا يمشيو بعيد في الشامبيونز ليغ اللي يلعبوا بالطريقه وبهاد الحكمه جاتني الفرحه حكيمه تفرض عليك على انك تمشي تربح برا التيران دابا دابا دي دوزيام ماتش وتستغل هذاك الاصطدام اللي كاين ما بين لي فارو وسان داونز عاوتاني تضرب على راسك دابا الا ما ربحتيش لهي قول باي باي لا ليغ دي شامبيون دابا تضمني ما دابا لي فارو عنده دوزيام ماتش مع خصك تمشي تربح الا ما ربحتيش تما سالينا نبيل ما تبقاش تدوي على شي حاجه سميتها التاهل دابا لي فارو دوزيام ماتش عنده مع سان داونز هنا في كازا لي فارو مع سان داونز والراجا خصو يمشي تربح ماني ما في تيرانها باقي كاين صعيب يا سير باقي ها هي شوف باش كاين شي واحد نبيل يا راه ما باقي ولكن تتشوف كيما تيقول حمزه بهاد الطريقه وبهاد لو شو اللي عند الراجا دابا راه صعيب ويد في 2017 دابا درسي على الوداد دابا لا لا عندنا هو عصبه عصبه ولكن الوداد كان عنده فيه كثير بسميتو بيكورو اخوان بالله الله يرحم والدي الوداد في 2017 كان عنده فيه كثير الروح راه مشى ليها فابريز ومشى ليها فال ومشى ليها جيبور وما قدروش يعوضوهم حتى واحد ما قال ولكن راه كان فيه كثير اخويا كانت روح وكان رئيس وكان فيه كتيف كان مدرب كان عندك بن شرقي كان عندك الحداد كان عندك القاش باش كنتي كدير شونجمون بداو
اولاد اللي ما كانوش في النيفو. انا نقول لك، انا نقول لك اسمح لي هو طار اللور. انا نقول لك التشكيله اللي كانت كاع، نقول لك كاع اللي كانت فيلعب ونجم الحداد بن شرقي يا صاحبي الكرتي والسعيدي والنقاش، وتتقول لي انايا ما كان عندي والو. راه هادوك اللي كيطاروا العام اللي فات، راه هادو ديال الرجاء الى رجعوا بالنيفو ديال العام اللي فات حتى مره غتقول لي ورا بوكرين وزريده والصهوني. راه عندي السوسي ولا لا؟ عندي السوسي بيكورو، عندي ساخو. دابا انت كتقول لي في الاونز، ها هو قول لي في الاونز. انا ندويلك يا راه في الاونز بيكورو. لا علاش بيكورو ديال الاونز ديال العام اللي فات الى رجع للنيفو ديالو؟ دابا فين هما ديال العام اللي فات؟ حيت هادو هادو فين هو مقدام؟ فين هو مكعازي؟ ما بقى عندك بوغرين وبقى عندك الزرهوني وبقى عندك راه ماشي في الفورما. يرجعوا خصهم يرجعوا، جيب لهم اطار وطني يرجع يرجعوا هذوما باش نعطيهم الرداعه في الحليب وتبقى تتغبق عليا التنابيل. اش تلعب في الراجا صار بزمن وخاص يكون اون فورما صح. انت ما فهمتش انا تسحبوا العاب ديال البلاي هذا غتشارجيه. انا بغيت نعطيها شويه الموتيفاسيون وشويه الامان، وبغيت نقول لك بان الوداد حتى هي كانت عندها 11 في 2017 كانوا كيبغيو يبدلوا كيديروا وطار اللور وكيبغيو كيبدلو كيدخلو ضاول قدام واولاد. خاصك تخرج باقل اضرار من هنا من هنا حتى النهايه، حتى نهايه مرحله الذهاب حتى الميركاتو. خاصك تخرج باقل الاضرار، لا في الشامبيونا لا في لا ليغ دي شامبيون خويا نبيل. تقلب على النقيطات اللي قدرتي تجمعهم، ومن بعد راه خاصك تليكيدي هادي تليكيدي وتعاود تبريباري تراترابي داك الروتار اللي عندك. تراترابي داك التخربيق اللي كنتي كدير. واش يا خويا نبيل كنت ما كنتيش تبدا بحال هكا؟ كون شتي الناس اهل الاختصاص ما عمرك تبدا بحال هكا. ما كنتيش دير هادشي كاع. كون شتي مدير تقني وكون شتي ناس اللي تقنيين كانوا غيعاونوك فلاش واو غادي مينيميزي ولا ديكا. يجيبوا لك لعابه مزيانين متأتمينه مزيانه. وكان عاوتاني على عاوتاني هادشي كدوي يجيبوا لك اداره تقنيه مزيانه. ماشي بيور تكنيك اللي كدوي فيه ولا شي تعارض مع النوايا ديال المكتب ديال الراجا ديك الساعه. الا جا عندك قال لك لا خويا موهوبه انا مثلا، قول له خويا انا راه موهوب راه غنبيعو. انت تكنيك انا موهوب انا راه مكعازي باغي القد القد. لا انا تكنيك غيجي يقول لهم مكعازي ضروري يجدد. يقول لك لا 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 راه ما نقدروش نجدو معاه باش. اش غدير انت كتكنيك؟ يعني النوايا والحاجيات والصلابه والقوه ديال المكتب هي اللي كتحكم. حيت الا كان مكتب قوي غتقول لي بغيت مكعازي وصافي سير انا مكعازي انا نفضي معاك حتى محتاج مكعازي ياك ولا لا؟ ياك خاص انا ياك ولا هادشي اللي كنعرف. راه انت موهوب بغيتي موهوب جاتني في واحد من ليرونس ولكن لا راه موهوب لا بغيتيه راه صافي ياك ولا لا؟ هادشي اللي كنعرف. قبل ما تطلب مني انا نعطيك المباركه ديال انك تصيفط موهوب خصني نشوف البديل ديال موهوب. واش من القيمه ديال موهوب؟ واش غيدير الخدمه ديال موهوب؟ سينو غنحط لك هذوك السوارت ونقول لك الله يعاونك تحمل مسؤوليتك مع الجمهور. تما كتصحابك انا غادي ندير ليه بحال هكا وغنقول ليه السلام عليكم. وعليكم السلام. هادشي راه كديروها بيناتكم لا كنتو صحاب. مامي كتحط واحد اهل الاختصاص تما ما كتقدرش تدوزها عليه. إذا ما كانش باغا يخدم. مشكلة في راسي في الميديا هو كل شيء مبهم اخويا نبيل. ما بقينا قاعدين ندوب على والو ما بقينا. علي بين اخويا حمزه تخربيق وصافي تخربيق من الاول بديتي مايل وعيتي ما تبقاش كاموفلي وعيتي ما تبقاش تسد في التقابي ورقع عادي تالي هما بداو كيتفرقعوا في القوات. كنتمناو يكون شي تصرف زعما شي حاجه صحيحه ماشي تخربيق. لا خاصو يكون شي اجتماع تفكير صراحة. تفكير في مصلحه الفرقه شي يكون شي اجتماع ولا شي جمعه. بغيت جمعه انا ما نكذبش عليك انا والله الا بغيت مدربي بشي وبغيت الرئيسي بشي بحال اودي انت سعيد ما تنعرفوش انت باقي دابا عاقل عرفتي دوك الايامات اللي كيجي كتسمع حانات نضارب مع بوطريقه وبوطريقه بغى يشد الراجا وجون وما قدرش وحنا تولي رباح بوطريقه عاوتاني مشى. ولكن انا بلا شرام كيتا واحد الخير دابا راه ما مشاوش راه بقاوش لي بروفيل هذا اخويا حمزه. واش بقاو غاديين بحال هكا؟ راه ما عرفتش انا شنو تبدل. واش بقاو غاديين بحال انا ما عرفتش كل بنادم كيحلم راه هادشي اللي بغيت نقول ورا الراجا يا صاحبي. واش بقاو غاديين بحال هكا اخويا نبيل؟ الفرقه هادي
راه بغيتو تخربقوا صاحبي. واش اللي ما قاتش يمشي بحال هاتو اللي ما قاتش يمشي الله يعاونو ما شحتي السير بحالو صافي صاحبي بقاوش نغمقوا على الراجل يا صاحبي ما عندكش اعذار بزاف قديتيش على المسؤوليه سير بحالاتك ما قديتيش تفك مع مدرب وتحيد الاداره التقنيه وتحيد اللعابه وتجيب لعابه صحاح وتهز المنع سير بحالاتك ما لقيتيش مستشيرين سير بحالاتك ولا خرج دافع على المصالح ديال الفرقه ما عندك جمهور قدو قداش اصاحبي وراك اهدر تا اهدر تا قول شنو كاين اصاحبي قول لينا شكون اللي داير لك عراقيل تما شكون اللي مناقم وشكون اللي ما خلاكش تلقى الفلوس نتوما هاد هو اصاحبي شي اللي كاين اللي شنو واش بقات بغات تقول تقول شي حاجه تبقى تخربق اللي باين راه باين اخويا نبيل اللي هضرنا عليه راه هضرنا عليه صافي هضرنا على اللعاب هضرنا على الطريقه باش ولات تلعب الراجا اللي ما عمرها كانت في التاريخ ديالها هضرنا الفترات ديال البدراوي تتعاود لينا قدام عينينا حنا تنشوفوا فيها دابا صاحبي تنعيشوها صاحبي بالكذوب ديالها بكل شيء لها بنتائجها باللعابه ديالها مازال تما كان عندنا لعاب والله تا كان عندنا لعاب كيبقى بعدا راه جايب لك شي لعابه هو راه وهذا الشيء اللي كاين الله يدير اللي فيها الخير كنتمنوا يكونوا شي قرارات حاسبه ونعاودوا نقولوا ثاني برافو ليفار اللي داروا ماتش كبير برافو ليفار تحكيم تحكيم برافو تحكيم مزيان بلا تحكيم. فار بلا والو شوف المستوى اللي كاين سيلاسي المستوى اللي كاين اربيت ولفنا البطوله باقي ما قالوش لك الفار ولي يشرح لك بيرينتي كيفاش ضربات لي الكره في يديه الساعه هو الاربيت ديالنا مخشي في هذيك القبق تيطل للاسف اليوم بان لنا داك سيلاسي بان لنا مزيان لان ولفنا واحد النيفو ضعيف شوف ديال الاربيتراج عليك بالله نعاود نقولها شوف راه هذاك الريتم هذاك الريتم اللي كان مرتفع شويه في بريمير ميتون والجمهور والضغط وفراقي ديال المغرب راه جاو في ليفار جابوا الحكم حكم لهم من لافريك شو كيدوزوا الماتش فين انا بسطاني الحكم وقال لي بينا هكا هو شرح لي يدي هنايا كيفاش شاف الله اعلم واقسم بالله حنا وحمزه متستريسي باغي والله ما شفناه ما شاف فينا واحد هذيك هو قال لي شرح لي وقال ودير الصوابيت هذه اللي يديك اللي ضربات لي في يدي فاص معاه غير واحد لا غومارك على كنضل الحكم ديال التوش غلط شويه شويه ديال زور جو وي لصالح الراجل ما حسبهمش مي حكم الحكم ديال الوسط كان بارفي زعما والله زعما ها هو راه جا هنايا خذوا مرتو ولا شي حاجه ديك تعيطوا ليه بدو والله مزيان بحال اللي كتدير كتشوف شي لافار بلا والو كتشوف شي عاس كيكون شي تريتور مزيان كتاخذ مرتو ولا لا ساهله ما ناش فيها حتى هو خذوا مرتو احنا على علاقه مزيان مع الجامعه السنغاليه مع السنغالي هو سيلاسي مع السنغال اصلا خوتنا عزيزي يجي دي قريب معنا غا واش نقولوا اخو نبيل هارد لاك الرجاء ومبروك ليفار اللي استاهلوا خدا 3 بوين وباقي كما تنقولوا باقي اللعب هو خاص الرجاء خاص بشي باش تحاول باش ما كان تربح تماك واخا ما عرفناش ديك الفرقه اللي لعبها ضد اللي عرفنا هو انها مشات تعادلت سان داونز سان داونز ماشي فرقه اللي عاديه وليفار باقي عندها ما صعيب مع سان داونز بعد راه خداو 3 بوا باقي عندهم ماتش في الدار غادي تحفزهم ما خاصهمش يزقلوا حتى هو تحفزهم الحمد لله تما باش يمشيو يلعبوا بلي مويان ديالهم ما يتحفظوش بزاف فيزيكمون تبارك الله عليه غيكون معاهم بيبليك ديالهم غادي عندهم لاعبين كبار هجوميا قويين يتيقوا في راسهم يمشيو يضغطوا على الخصم يحاولوا يباغتوا مستيرا سان داونز خارج الملعب ديالها راه تيكونوا برونابل كيبغوا يلعبوا كره وما ديما تيكونوا برونابل ولا يحاول ولا يلعبوا بذكاء كيف ما لعبوا اليوم مع الرجاء مهم انا تايق بان لي فار غادي يربح الماتش الجاي كونتر ان شاء الله حنا غنساندوا لي فار ان شاء الله بيان سو بيان سو كل الجمهور ديالو بغيت نقول اخويا واحد الكلمه اخويا حمزه كنتي متفق معايا حتى اللعابه لا ديال الرجاء لا ديال لي فار راه الجروب ديالك تكونوا محتاجينك دابا بحال الناجي اليوم خدا كارتون جون فابور فابور اول شيء ما لعبش الماتش الجاي الحمد لله الحمد لله اللي كاينين كاين البدائل كاين باش دخل باش تمايا كاين دراك فهمتيني ايتور خان ايتور خان كيدوز من فورمه كبيره الدراري ايتور خان كيدوز من فورمه كبيره هو زحزوح تبارك الله حمودان رجل الحلول الفحلي اللي هو كان مزيان دفاعيا كيعاونك شويه بصحته فهمتيني بالخبره ديالو كيبروفوكي لي فوت كيربح النزالات ديالو حتى دفاعيا تعاونك
عندك هذاك بيا مزيان 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 تبارك الله مزيان لا تاكون كيبوجي كيبرزك لي فار عنده حلول تبارك الله اللي يخليوها تمشي مزيان ان شاء الله. حنا مورال الجيش الملكي, حنا الفرقه اللي غادي تعطف شي حاجه حنا راه معاها وي اللي غتبان لينا عينيها في شي حاجه. الراجع عنده فرصه كبيره مانيما خاصها تمشي تربح, جيبي طرو بوين تربح اخويا سعيد ما عندك تمشي تربح جيبي طرو بوين من غير ربح كونتور زيرو من غير ربح. الربح هو اللي غادي يخليك دابا يا انت حدا شي فلا كورس غتلقى حدا لي فار تما فوالا الربح. قبل هذا الربح بالجيب هذا الربح خصك لي فار قرارات ان شاء الله لي فار تربح سان داونز وتربح انت ان شاء الله تمايا. وليني باش غتربح اخويا سعيد خصك تاخذ هذه القرارات هذو التدخلات دابايا وتحيد عليا هذا دابا دابا وتمشي تجيب مشي تجيب محمد وجريندو صافا ولاد الفرقه وي ما كاينش هما اللي عندك. عطيني شي بروفيل غنبقاو ندورو بزاف عطاو لي شي بروفيل صافي دابا قولوه ليا والدراجة اه بشخصيه قويه آه. اللي غادي تما غادي يزير الامور وغادي تلقى رد الامور النصاب ديالها شكون هو. انا كل ما كان زكريا في, في, في زكريا دار خدمه كبيره تبارك الله راه يلاه يرحموا بعض لا جونيس السوالم تبارك الله راك شتيهم كيفاش كيولاو كيلعبوا ولاو كيضربوا الفراقين الكبار واللعابه اللي عند السوالم دابا والله ما عندنا حنا النعمه والله ما عندنا في الراجة النعمه بلا ما ندخل لك في السميات والخلويات. نتمنوا اخويا حمزه كما قلتي خرجوا من هذا الشيء دغيا وكل خير ان شاء الله. ان شاء الله شيري كنتمنوا ان شاء الله. وبغيت نقول واحد الكلمه اخويا واخا ما خصش نهضر عليها ولكن نقولها باش يعرف حتى البيبليك ديال المغرب ولا الجمهور ديال طنجه ولا ديال هو الى الطير راه بغى المصلحه لهذاك الدري ديال رايان ازواج تبارك الله غاردياني دير ماتشات كبار لا كونتر دار الماتشات لا كونتر لي فار لا كونتر الوداد دير ماتش مزيان هو باش يعرفوا الكيك باش خرج حمزة باش خرجوا راه حماه فاش خرجوا هو انت اش قلتي فراسك انا قلت حماه صافي راه باين باين علاش جاب تتوقع اي واحد تيغلط باش تخليه تما جاب بينالتي وكل تيركم كيفاش يكون عنده المورال غيكون اي كره تمشي هذه يكون مخلوع غيقول واش نقدر ندخل ما نخرجش نقدر فهمتي يولي مارك عليه بزاف ويولي كي تنقول دري باقي عنده مستقبل ان شاء الله صافي اي واحد تيغلط هاش بزاف ديال لي بوبليكاسيون واحد بزاف في فيسبوك قال لك لا خرجوا حيت هذا وبحال كون خليه وتماركوا عليه اربعه ولا خمسه تقدر تقدر وي كيف ما قال سعيد هذاك هذاك لو شونجمون دار باش يبروتيجي لو جوار ديالو سورتو لانه باقي جون باقي تابعو بزاف حنا كنعرفوا حارس تبارك الله راه باقي تابعه واحد 15 عام اي بلس اشنو راه باقي تابعه 20 عام ديال الكره تبارك الله وعندو لي كاليتي تبارك الله راه مزيان وضروري يغلط باش يعرف حتى هو ضروري غتغلط مازال المستقبل امامه تحيه ليه ان شاء الله ومازال حنا كنتسناوك بنيفو كبير ان شاء الله مع طنجة ومع فرق اخرى ان شاء الله تمشي ليهم. داكيو مستر كاكي شكرا اخويا نبيل شكرا اخويا حمزه اشرف سير بحالاتك العشرين موتوا عليكم وسمحوا لينا لما كناش موادوك خيبتوا الظن ديالنا اخوتي الله شغنقولوا كنت غنعيرهم خلينا عليك صاحبي شكرا مستر حمزه برزوق صافي حيد هذاك راه صافي خلينا نوض شكرا اشرف المجوج العشرات نتلاقوا في الحلقه الجايه تشاو